نستضيف رشيد رباح نائب امين المال الجمعية البحارة صيادين بالمغرب على هامش تنظيم هذا اللقاء في مدينة العرائش اللي تكلمنا على السياق اللي جا فيه التنظيم واهم ما تمخض عن هذا الاجتماع من الخلاصات. بسم الله الرحمن الرحيم. بصفتي نائب امين المال ديال الجمعية الوطنية للبحارة الصيادين بالمغرب، كنبغي اولا نحيي السيد مدير معهد التكنولوجيا ديال الصيد البحري والطاقم ديالو على الاستضافه هنايا وعطانا هذه القاعه هذه باش نعملوا فيها هذا الاجتماع. كنبغي نحيي الحضور الكرام من ميناء الحسيمه، من ميناء الجبهه، طنجه، المديق، اصيله، المهديه، العرائش، وكنبغي نقولوا للاخوان ديالنا ديال ميناء كلايري اللي تعذب عليهم الوصول في سوء الاحوال الجويه، اللي بقاو في الطريق مسيبين لمده 12 ساعه ولا 16 ساعه وما مسيبين في الطريق تقريبا البارحه وما قدروش يوصلوا من سوء الاحوال الجويه، كنبغي نحييهم من هذا المنبر. بالنسبه للسياق ديال اللقاء اليوم، هو كان لقاء داخلي ديال المكتب المسير ديال الجمعيه الوطنيه اللي كيتكون من 10 الاعضاء، الا انه يعني بفضل الاخوان يعني اتصلوا هذه قال لك ممكن نحضروا معكم وديك الشيء، حنا بغينا نفتحوا يعني على جميع اللي بغى يحضر مرحبا به، لان حنا الشغل ديالنا في الجمعيه الوطنيه هو الشغل مفتوح ما كنخبعوش وجهنا، يعني كنخدموا على المباشر مع جميع الافراد، واللي عنده الغيره على البحار وعلى القطاع سواء مجتمع مدني سواء جمعيه البحاره نقابه البحاره مرحبا به، حنا مستعدين تعاون. واستطعنا اننا نصادقوا على النظام الداخلي، وكذلك استطعنا اننا نقيموا الملف الجبهه اللي كنا دخلنا عليه باسم الجمعيه الوطنيه، والحمد لله اللي كان نتج عليه واحد محضر الاجتماع ونتج عليه واحد تعويض الفائده واحد البحار اللي هو مساعد ربان، وكذلك يعني بعض المشاكل ديال القطاع. اصلا بالنسبه للتبني الخلاصات اللي تمخلها سواء متعلقه بالتعسف والحقوق يعني غياب الحقوق ديال البحار بالاضافه الى جانب التكوين وجانب يعني متعلق بالثروه السمكيه في المنطقه ديال الشمال، انتم بالنسبه لكم في المستقبل كيفاش غتعملوا على تنزيل هذه المشاكل يعني والمعالجه ديالها؟ احنا بالنسبه لنا في المستقبل يعني بالنسبه للجمعيه الوطنيه في المستقبل هي الشغل ديالها اولا عن طريق كنشتغلوا دائما عن طريق لقاءات يعني دائمه، يعني ما كنحاولوش نطولوا الفتره ديال اللقاء، ما كاين لقاء، كنعملوا لقاءات في المديق، في الجبهه، في المهديه، مؤخرا كان عندنا لقاء في المهديه، دابا ميناء العرائش، دابا اللي ما جي ميناء طنجه ان شاء الله لحيتاش الاخوان ديالنا تما كيعانوا من مشكل البنيطيرات بزاف اللي غادي نمشيو نلتحقوا بهم تما، وممكن كاع اننا نتبناو هذه القضيه هذه ديال البنيطيرات، وكذلك هذا المشكل ديال التكوين اللي فعلا كنعانيو منه حنا كبحاره، اننا يعني كنلقاو بان البحر ما مكونش، يعني احنا ان شاء الله غادي نفتحوا واحد الباب مع السيده المديره اللي هي مدام فاطمه الزهراء وجدي المديره العامه ديال المعاهد ديال التكنولوجيا اللي كاينه في المغرب، هي غادي نفتحوا مع هذا الباب هذا ديال هذا النقاش من اجل تكوين البحاره يعني على الحقوق ديالهم ما لهم وما عليهم. وكذلك بالنسبه للاستراتيجيه ديال العمل ديالنا احنا كنشتغلوا داخل هذه الجمعيه في مجال ما هو قانوني، يعني دائما كنجيبوا القوانين ديال وزاره الصيد البحري اللي متعلقه بالشق ديال البحار، وكنحاولوا نشتغلوا على ديك القوانين اللي كاينه اللي عاملها وزاره الصيد البحري، وحنا غاديين دابا حاليا كنحاولوا نعملوا تعديلات على بعض القوانين ديال وزاره الصيد البحري اللي خرجت ونشرت في الجرائد الرسميه، نعدلوها من اجل مستقبل افضل. فلهذا انا الرساله ديالي والميساج ديالي اللي كنبغي نوصل هو انه كما حنا كنفتحوا يدنا الإدارة الوصية والجميع كما قلت لك جميع الأطياف اللي كاينة في الدولة المغربية سواء مجتمع مدني ولا هادي، أتمنى هذه اللي كنبغي نقولها، كنتمنى أن الوزارة الوصية تبدل لنا نفس الشعور وتفتح لنا حتى هي يدها، لأن حنا بحارة ونوصلوا المشاكل ديالنا. كما أدين الغرفة المهنية، جميع الغرف ماشي ديال جهات الشمال، هذه الغرف المهنية الإخوان باش نوضح لكم، هذه الغرف المهنية لا تمثل إلا نفسها، لانهم هما مجهزين مستثمرين بمعنى العربي باللغه العربيه، هما كيقولوا حنا مهنيين، ملي كنمشيو نشوفوا الدفتر المهني ديالنا حنا كبحاره كنلقاو فيه بان الدفتر المهني الصيد البحري، يعني حنا هما المهنيين، بالمقابل ملي كنجيو التمثيليه ديالنا في الغرف ما كنلقاوهاش، وهذا هو السبب اللي خلى يعني البحار مهمش الى اقصى الحدود.